ومن حساب رياضة السعودية الـSSC وتعليقا على نصف ماراثون جدة الذي انطلق يوم أمس، الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ماراثون الرياض شهد تواجد أكثر من 10,000 مشارك، وسيكون هناك ماراثون في جدة السنة القادمة. رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سعادته بالنجاح الكبير لنصف ماراثون جدة الذي يقيم صباح اليوم، معلنا عن إقامة سباق ماراثون كامل في جدة خلال ديسمبر من العام المقبل. أبغى أشكر أول شيء الحضور طبعاً، أشكر الله سبحانه وتعالى لكل شيء، بس لكن أبغى أشكر الحضور، لأنه لولا الله ثم الحضور كان ما صار فيه النجاح اللي نسويناه هذا. فهذا بس يدل على مكانة السعودية في الرياضة للرياضة العالمية، خاصة استضافة فعاليات عالمية زي هذه. شفنا أن ماراثون الرياض الحمد لله حضر في أكثر من 10,000، هذا الماراثون الآن حضر في أكثر من 3,500، وهذا نص ماراثون. إن شاء الله السنة الجاية نفس الوقت نسوي ماراثون.